ايه الحاجات اللي وزارة الأوقاف بتقدمها للأطفال؟ احنا برنامجنا هنحاول نسهل التواصل بين الحكومة والأطفال. في أسئلة كتير جدا الأطفال بتكون عايزة تعرفها، احنا برنامجنا هنحاول نعرفها لكم. معانا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيكي، وأنا فرحان وسعيد أني أكون معك. إيه الحاجات اللي وزارة الأوقاف بتقدمها للأطفال؟ وزارة الأوقاف بتقدم للأطفال كمية كبيرة من الحاجات، منها بداية عدد من الكتب والإصدارات والمجلات. أنا حريص على أنه كل طفل مصري ينشأ من البداية ويكون عنده حب عظيم للقراءة ويكون محب للثقافة والاطلاع والمعرفة. إحنا في وزارة الأوقاف بنقدم مجلة للطفل عنوانها مجلة الفردوس، الفردوس يعني الجنة، جنات النعيم. مجلة الفردوس مجلة مصممة للطفل بتقدم له القصص والحكايات اللي فيها قيم وفيها معاني وفيها أخلاق وفيها جمال وفيها همة وفيها تعليم، في إطار من الترفيه والقصة الطريفة اللي تعجب الطفل المصري وتخليه يضحك ويكركر ويفرح ويتعلم في نفس الوقت. فاحنا بنقدم للطفل المصري في وزارة الأوقاف مجلة الفردوس. الفترة اللي جاية هنعملها تطوير كبير، هتبقى تطبيق أبليكيشن ليقدر الطفل يطالعه من خلال الجهاز التليفون اللي معاه. بنقدم سلسلة اسمها سلسلة رؤية، فيها عدد كبير من الكتب اللي بتشغل بال الطفل والأسئلة اللي بتدور في باله والأحلام اللي بيحلم إنه يحققها. بناخد كل فكرة من دول نعمل عنها كتاب مناسب للطفل يقدر يقراه ويستمتع بيه. بنقدم لأطفال مصر اللي من أصحاب القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، اللي فقد بصره أو كذا، بنقدم له سلسلة مكتوبة بطريقة برايل المصممة للأطفال اللي ما يقدرش يتواصل مباشرة مع الكتاب لكن يقدر يتواصل معه بصورة أكبر وأشمل تبرز موهبته العظيمة اللي ربنا ادهاله. بنعمل كمان في وزارة الأوقاف ندوات. الندوة معناها عدد من العلماء يروحوا المسجد ويلقوا درس ويجمعوا الأطفال في المكان المحيط بالمسجد، ندوة للطفل يتجمع فيه الأطفال من المكان المحيط بالمسجد، فيكون فيه عدد من العلماء والسيدات الواعظات يبدأوا يقدموا للطفل مجموعة من الألعاب والترفيه، وفي نفس الوقت حاجة من الدروس اللي تعلم الطفل معاني القيم والصدق والأمانة والنجاح والتألق والنجاح في حياته. احنا بنعمل الندوات دي في عدد كبير جدا جدا من مساجد مصر. عندنا مثلا ان احنا 13,570 مسجد في كل محافظة مصر بتقدم ندوات للأطفال. يوم الجمعة من كل أسبوع في كل محافظة مصر بتوجد عرض مسرحية للأطفال فيها قيمة تربوية وفيها خلق من الأخلاق وفيها معنى من المعاني. احنا كمان الفترة اللي جاية عايزين يكون عندنا عطاء أكبر للطفل. احنا بنأسس دلوقتي منصة إلكترونية يكون فيها موقع، يكون فيها صفحات على صفحات السوشيال، يكون فيها صفحة لوزارة الأوقاف في إنستجرام، في تيك توك، في يوتيوب، في فيسبوك، في تويتر، يكون في تطبيق فيه عدد من ألعاب الجيمز اللي بيحبها ويعشقها الطفل، وفي نفس الوقت يكون فيها قيمة معينة تخلي الطفل حريص على النجاح، حريص على وطنه، أمين على بلده. فدي بعض الحاجات اللي احنا بنحاول نقدمها للطفل المصري.